بيكم في فيديو جديد النهارده، هنتكلم عن برج الحوايج. ما اتكلمتش عنه اطلاقا بقالي كتير جدا، وناس كتيره جدا كانت زعلانه مني علشان عن البرج ده، او عشان كده لما بعمل فيديو مش بلاقي نسبه وبالتالي مش بلاقي تفاعل كبير. لما اكون عايز اعمل فيديو عايز اعمل عدد من الجماهير، فالدلو مش قوي ده عليه. طيب نتكلم عن صفات مهمة جدا كلنا نعرفها عن برج الدلو ده يا جماعة. برج عمر ابني زي اسمي، يعني عندهم فضول مش طبيعي، من اكثر الابراج الفضوليين. هما الابراج الهوائية عامة الابراج فضولية، يعني الدلو فضولي، الجوزاء فضولي جدا، الميزان فضولي، التلاتة دول فضوليين. يعني عمر ابني مثلا اكون بكلم حد تلاقيه داخل: مامي انت بتكلمي مين يا ماما؟ مين؟ هو عايز يعرف انا بكلم مين حالا. طيب برج الدلو بقى، اكتر صفه لو انا حبيت اوصف صفه واحده عن برج الدلو، ان هم عشاق الحريه، بيعشقوا حاجه اسمها حريه، بيحبوا الانطلاق، بيحبوا يعيشوا حياتهم بمنتهى، يعني ما بيحبوش حد يخنق عليهم. فلو انتوا بتحبوا حد من برج الدلو، نصيحه مهمه جدا جدا، ما تحاولوش تخنقوا عليهم، ما تحاولوش تخنقوا حريتهم، ما تحاولوش ان انتوا يعني تحطوه عندهم قيود وحدود، لان هم بيكرهوا الحدود وبيكرهوا القيود، وبيحبوا يكونوا حرين لابعد درجات الحريه. يعني الدلو عاشق للحريه من الدرجات الاولى. طيب الدلو بيعشق ويقدس الصداقه، يعني اصحابه دول اهم حاجه في حياته، راجل وست، يعني اصحابه اهم ممكن من الحد اللي بيحبه. يعني هو لو مرتبط بحد وعنده حد صاحبه جدا وانتيمه وشخص قريب منه جدا، هيبقى قريب وبيقرب من الشخص اللي هو صاحبه قوي قوي اكتر بكتير جدا، يعني هيبقى ابقاله صديقه، ابقاله الشخص اللي هو صاحبه، اللي هو في عشره ما بينهم وما بين بعض. فهو من عشاق الصداقه، بيقدر الصداقه وبيحب الصداقه جدا جدا جدا. فالدلو بالنسبه له اصحابه خط احمر، يعني لو حبيبك او خطيبك او جوزك برج دلو، لازم تحترمي اصحابه وتحسسيهم ان هم مهمين جدا بالنسبه لك او بالنسبه لك. يعني اصحاب مراتك برج الدلو دولت لازم تحبهم جدا كانهم اخواتك، لان هم جزء من حياتها او جزء لا يتجزا من حياته. فاصحاب الدلو زي ما بقول لكم، يعني ما تجوش ناحيتهم، قدروهم وارفعوا لهم القبعه، لان الدلو صحابه يعني حياته زي ما قلت. طيب برج الدلو ايه تاني في اسراره لازم نعرفها؟ ان هو تقيل شويه، يعني برج الدلو من الابراج مش المتحركه، يعني هو مش زي مثلا برج الجوزاء مجنون، لا، الدلو بيستخدم مخه اكتر بكتير جدا. الدلو الذكي جدا جدا جدا، يعني من اكثر الابراج ذكاء برج الدلو، برج ذكي مخه نظيف جدا، يعني عقله يعني يوزن بلد فعلا. برج الدلو مخه قوي جدا، يعني مثلا، وحتى تلاقوا الطفل الدلو اللي هم الاطفال او الناس البرج الدلو شاطرين من غير ما يذاكروا كتير، من غير ما يضحوا كتير، وكده تلاقيهم ناس شاطره، ناس تحصيلها عالي جدا، ناس فهمها عالي جدا جدا جدا، بيلقطوها وهي طايره، بيركزوا قوي قوي، بياخدوا بالهم من التفاصيل، وعندهم قدره مش طبيعيه في قرايه الوشوش، يعني بيعرفوا يقروا الوش. طيب في حاجه تانية هضحكوا عليها جدا جدا، برج الدلو برج متشائم شويه، يعني عندهم مصيبه سودا في حته التشاؤم. يعني ايه متشائمين؟ هضحكوا، يعني انا عمر ابني بقول له: يا عمر احنا هنسافر بالطياره. عمر عنده 4 سنين ونص، انت عارفين. قال لي: طياره لا، طياره لا. فاستغربت قوي، بقول له: ليه يا عمر طياره لا؟ قال لي: هتقع. قعدت اضحك، بقول له: ليه هتقع يا عمر؟ قال لي: عشان في برد هيخبط في الطياره فالطياره هتقع. فالولد يعني الموضوع، يعني عارفين اللي هو الطياره هتقع عشان في برد، هو كده. اختي رنا مثلا، رنا اختي متشائمه جدا، لو احنا مسافرين لا احنا ممكن نعمل حادثه، لا احنا مش عارفه ممكن يحصل فينا ايه، تحس ان هو دايما بيتوقع الحاجه المش لطيفه، دايما بيخاف ان يحصل له، فهو متشائم شويه، يعني شخص مش متشائم، يعني دايما بيخاف شويه من الفيوتشر. يعني طيب برج الدلو برضو من الابراج اللي خليني اقول لكم بتتقرف جدا 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 جدا، يعني عندهم موضوع النظافه ده حياه او موت، يعني النظافه الشخصيه او نظافتك الشخصيه، يعني هم ممكن يحكموا على اي شخص في الدنيا بموضوع نظافته الشخصيه، شكله، ريحته، هدومه نظيفه ولا مش نظيفه. فبيهتموا، بيتقرفوا جدا وبيهتموا قوي بموضوع النظافه. فلو انتم مرتبطين ببرج الدلو لازم يبقى شكلكم نظيف، ولادكم نظاف، بيتكم نظيف، كل حاجه فيكم نظيفه،
لان هو بيقيم الانسان على درجه نظافته واهتمامه بشكله ومظهره، مش الشكل اللي هو بقى لابس براند ولا كده، لا هو بالعكس هو مش بيحب المنظره اطلاقا، هو بيحب، هو برج طبيعي بيحب الناس الطبيعيه، بس هو مهم عنده جدا النظافه الشخصيه دي حاجه اساسيه. راجل وست الاثنين بيتقرفوا جدا، بيتقرفوا ياكلوا من ايد اي حد، بيتقرفوا ياكلوا بره، بيتقرفوا يعني ليهم اكل معين كده، فتحس ان هم محسوكين شويه. يعني انا عايزه اقول لكم برده، يعني هزهقكم موضوع عمر ابني، انا عمر ابني ما بياكلش غير 5 انواع اكل والله، عمر ابني انا عمر ابني ما بياكلش غير 5 انواع اكل والله العظيم. بس طيب برج الدلو غيورين جدا جدا جدا، ممكن افضل انا هعمل لكم فيديو اصلا اسمه برج الدلو والغيره، يعني انا اوعدكم ان انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله اسمه برج الدلو والغيره. برج الدلو غيور بشكل مش طبيعي، مع ذلك هو ما بيبينش غيرته، يعني هو دايما ما بيحبش، يعني الدلو صعب ان انت تفهم البادي فيس بتاعته، صعب ان انت تفهم البادي لانجوج بتاعته، هو من النوع اللي صعب مش بيعبر عن مشاعره بسهوله، مش عبر عن احاسيسه بسهوله، مش بيعبر عن ما يشعر به. فالدلو برج من ابراج الصعبه على فكره، ويعني لو انت مرتبط بحد من برج الدلو يعني ربنا يكون في عونك، لان هو برج صعب في الارتباط، لان هو سهل يرتبط اطلاقا. هعمل لكم فيديو تاني كمان اسمه ليه الدلو مش سهل يرتبط، اهو واحد دلو اهو دلوقتي خلاص. ثانك يو يا عمر. لا عمر شايفين وعنيد جدا جدا، استول الموضوع عنيد ده. طيب اتمنى الفيديو يكون عجبكم عشان ما تزعلوش مني يا برج الدلو، واوعدكم ان انا هعمل لكم فيديوز كتير جدا خاصه ببرج الدلو ده، والله وعد مني ليكم، يعني انتظروا فيديوز كتيره جدا عن برج الدلو، يعني هعمل لكم فيديو برج الدلو والغيره وازاي تعرف ان برج الدلو بيحبك وازاي تجذب برج الدلو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس وجاوبوا عليا سؤال الحلقه، هل بتحسوا ان الدلو عنده مشكله فعلا مع النظافه وبيتقرف جدا جدا جدا، موضوع النظافه دي مهمه جدا بالنسبه له ولا لا؟ وتاني حاجه عشقه للحريه. بشكركم واشوفكم فيديو تاني، انا لازم اقفل خلاص، عمر خلاص اتجنن. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، ما تنسوش تقولوا انتوا بتتفرجوا عليا من فين ومدينه ايه، وجاوبوا على سؤال الحلقه. شكرا، باي باي.